السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ديت رقبة الإزازة، وهنا ده باب الحمام. بنينا عنده طوبة، عليناها لحد الحل، وعملنا رقبة الإزازة. رقبة الإزازة دي اللي أنا هبدأ أعزل عليها، زي ما احنا شايفين اهي في عندي حمام تاني. ده الحمام التاني، لسه مركبتش الحل. ادي الطوبة او الطوبتين اللي بيتبنوا على الارض، وادي رقبة الازازة الداخلية. دي كده رقبة الازازة اللي انا هبدأ اعزل عليها. وزي ما قلنا، بنيجي من عند الباب بنرفع القيمة بتاعت الطوبة او الطوبتين اللي هما لسه الحل، وبرضو بنعملها. لو قربنا شوية هنشوفها ان هي مايلة ومتنعمة، علشان نعرف لما نيجي نعزل عليها. طبعا هنا في ملحوظة، الأرض هنا غشيمة لسه، كل ده عايز يتكسر ويتنضف في الداخلي بتاعنا، علشان العزل يبقى على سطح أو على أرضية نضيفة. دي كانت ملحوظة عن رقبة الإزازة أو الوزرة اللي بتتعمل في المطبخ والحبة في الحمامات قبل العزل. جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله.